الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، هذه نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر. أهلا شيماء. أهلا بك آية، والبداية بأبرز العناوين. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول إن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد. الكويت تعلن نتائج رسمية لانتخابات مجلس الأمة، والمعارضة تحصل على 35 مقعدا. استعدادا لقمة الكوماسا، منتدى الشراكة بين الحكومات الأفريقية والشركات الخاصة ينعقد اليوم في لوساكا. البداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن أوكرانيا تبدو وكأنها بدأت هجومها المضاد، مؤكدا أن هذا الهجوم ليس مفاجأة لروسيا. كما أشار إلى أن كييف بحاجة إلى تبرير الأموال والأسلحة التي تتلقاها من الغرب. وأكد ميدفيديف أيضا ضرورة أن توقف روسيا هجوم كييف أولا، ثم تبدأ هجومها مضاد من جانبها. أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية انقطاع الكهرباء في مدينتين روسيتين وإصابة شخص في هجوم أوكراني وإسقاط متفجرات على محطة كهرباء فرعية قرب الحدود. كما أضاف أن أحد العمال أصيب بشظية لدى محاولته إعادة التيار الكهربائي ويتلقى العلاج بمستشفى المنطقة المركزية. استهدفت طائرات الجيش والمدفعية للقوات تجمع المركز العسكري الروسي مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية باتجاه كراسنوليمانسك وسوفوتيفسك. كما تم تدمير مواقع لإحدى الفرق الجوية وفرقتين ميكانيكيتين تابعتين للقوات الأوكرانية. وأكد المركز الإعلامي للتجمع الروسي تنفيذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للقوات الأوكرانية.
لمزيد من التحليل حول هذا الملف نتحول إلى الزميل رعد عبد المجيد. رعد، شكرا آية. شكرا شيماء. إذن مشاهدينا، المزيد ينضم إلينا من كييف الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور سعيد، أهلا بك. الآن الحديث على ما يبدو أن الهجوم الأوكراني كما تقول روسيا قد بدأ، الخسائر تترى وفق التصريحات الروسية الآن بقصف أكثر من 3 ألوية كما يقولون، ومخازن أعتدى، وبالتالي السؤال، هل بدأ الهجوم فعلا؟ صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. وطبعا الهجوم الأوكراني المضاد لم يبدأ حتى الآن، ما يجري حتى الآن على امتداد الجبهة المبتدأ على مسافة نحو 1000 كيلومتر هو عمليات تحضيرية جوية غالبا تتم من خلالها يتم تدمير الإمدادات اللوجستية والمقرات القيادة ومخازن السلاح الروسي خلف خطوط الجبهة، مما سيجهز سيؤدي إلى ضعف في الإمدادات إلى القوات الروسية المتواجدة على الجبهة. وأيضا يتم بعض العمليات الاستطلاعية البرية عبر يعني ما يسمى الاستطلاع بالمعارك، حيث تقوم بعض الوحدات القليلة العدد من القوات الأوكرانية بالمحاولات أو بعملية مهاجمة بعض المواقع على الجبهة، أيضا في عدة محاور من الشمال من إقليم خاركوف ومرورا بلوغانسك ودنيسك حتى وصولا إلى إقليم سبروجيا، وذلك في عملية تحضير لشن الهجوم المضاد. لا يمكن القول كما يقول الجانب الروسي أن الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ، ولكن يبدو أن السرية التي وعملية التحضير المكثفة التي تقوم بها القوات الأوكرانية قد أثرت عمليا على القوات الروسية، ويعتبرون أن أي تحركات أوكرانية ولو كانت بسيطة هي عبارة عن الهجوم المضاد. ولكن دكتور سعيد، يعني عفوا دكتور سعيد، يعني التساؤل إذن لماذا تتحدث روسيا بهذا الشكل؟ ولكن هنالك حدث يوم أمس وأول من أمس، هنالك محاولات للاختراق في أكثر من مكان في كورسك وغيرها، وكان هنالك خسائر قدرت بالمئات من الجانب الأوكراني بوجود طبعا رئيس الأركان الجيش الروسي في تلك المنطقة. فإن كان الموضوع عن سرية، ألا يعد وجود رئيس أركان الجيش الروسي في المنطقة التي كان فيها اختراق أوكراني هو فقدان للسرية أصلا، أن الجيش الأوكراني الآن مخترق ويعرف متى يتقدم في أي مكان؟ طبعا يعني ما يتم الحديث عنه من قبل وسائل الإعلام الرسمية والبيانات العسكرية الروسية لا يمكن الوثوق بها على الإطلاق، لأننا يعني شهدنا خلال العام ونصف من هذا العدوان الروسي على أوكرانيا الكثير من المبالغات والكثير من يعني المعلومات غير الصحيحة يعني والمضللة. على سبيل المثال يعني ما تم الحديث عنه سابقا عن تدمير 44 منظومة هايمرس من أصل 18 حصلت عليها أوكرانيا، بالإضافة إلى الكثير من التفاصيل التي لا مجال لذكرها في هذا الوقت القصير. ولكن ما يتم عمليا كما ذكرت هو عمليات استطلاع حربية عبر المعارك، لذلك يعني تحاول عمليا القوات الروسية والبيانات العسكرية الروسية توجيه رسائل إلى الداخل الروسي من أجل رفع معنوياتهم من ناحية، وأنهم يقاموا بصد هذا الهجوم الذي يتم الحديث عنه والإعداد له منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى محاولة لضرب المعنويات الشعب الأوكراني والقوات الأوكرانية عبر الادعاء أنهم قاموا بصد هذا الهجوم الذي لم يبدأ بعد حتى الآن. وشاهدنا عمليا خلال الأسابيع الماضية العديد من العمليات الأوكرانية التي تعمل على تشتيت انتباه وتركيز القوات الروسية.
من محاولات يعني استهداف الباخرة أو يعني الباخرة الاستطلاع الروسية في البحر الأسود إيفان خورس، ومرورا باستهداف المواقع العسكرية خلف الجبهة، وأيضا يعني تقدم القوات فيلق حرية روسيا والمتطوعين الروس، الروس الأصل وليسوا أوكرانيين ويحملون الجنسية الروسية بشكل كامل، يعني توغلهم داخل إقليم بيلغراد وسيطرتهم حتى الآن على أربع يعني مناطق في الإقليم. جميع هذه العمليات تهدف فقط إلى تشتيت أو إلى جس النبض والاستطلاع العسكري كما تفضلت دكتور. على كل حال أشكرك لأن الوقت انتهى لهذه الفقرة. دكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. عودة للزميلتين شيماء الكردي وآية لطفي لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكم. شكرا لك رعد. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن تدمير السد نوفا كاخوفكا ترك مئات الآلاف دون إمدادات مياه صالحة للشرب. أضاف زيلينسكي أن روسيا أثبتت أنها تشكل تهديدا لكل شيء حي بعد تدميرها أحد أكبر خزانات المياه في أوكرانيا. صرح رئيس بلدية مدينة نوفا كاخوفكا الأوكرانية بأن 7 أشخاص على الأقل فقدوا جراء غمر مياه من السد الذي تم تدميره بمنطقة خيرسون. وأعلنت إدارة المدينة أن منسوب المياه بدأ يتراجع بعد تدمير سد كاخوفكا. وانهار السد الحيوي الذي يقع على نهر دنيبرو في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا حاليا في منطقة خيرسون. هذا وقالت وسائل إعلام روسية إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مدينة نوفا كاخوفكا خلال عمليات إجلاء المدنيين من المدينة، وأضافت أن نحو 100 شخص عالقون في مدينة كاخوفكا جراء الفيضان وبحاجة إلى إجلائهم، كما أشارت إلى أن أكثر من 30,000 متر مكعب مياه تتسرب من خزان سد كاخوفكا كل ثانية. هذا وأظهرت لقطات بالأقمار الصناعية حدوث فيضان واسع النطاق في جنوب أوكرانيا ودمار كبير بسد نوفا كاخوفكا ومنطقة ومحطة الطاقة الكهرومائية بالمنطقة، كما أظهرت صور غمر المياه العديدة من البلدات والقرى لمساحة تتجاوز 2500 كيلومتر مربع بين نوفا كاخوفكا وخليج دنيبروفسكا جنوب غربي مدينة خيرسون المطلة على البحر الأسود. أعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا غرق نحو 2700 منزل وإجلاء 1300 شخص من المناطق التي غطتها المياه ناتجة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا. كانت السلطات الموالية لروسيا فرضت حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب ارتفاع منسوب المياه. في هذا السياق تستمر عمليات الإجلاء المكثفة للسكان في جنوب أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا جزئيا الذي سبب فيضانات غمرت عددا من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبرو. وأوضح أوليكسي كوليبا نائب رئيس ديوان الرئاسة الأوكرانية أن أكثر الصعوبات تواجهها منطقة كورابيلني بمدينة خيرسون. وقال كوليبا إن عمليات إجلاء السكان بالمنطقة ستستمر في الأيام المقبلة بالحافلات والقطارات. كشفت وسائل إعلام روسية أن محادثات بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستجرى في جنيف يوم الجمعة القادمة. ذكرت أنه من المتوقع أن تشارك مسؤولة التجارة في الأمم المتحدة في المحادثات، ويقترب موعد انتهاء الاتفاق الحالي لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في منتصف يوليو القادم. قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن القتال في أوكرانيا قد ازداد، محذرا من الإفراط في التفكير في العمليات اليومية. كما قال إن الجيش الأوكراني مستعد للحرب بشكل جيد وأن الولايات المتحدة والغرب يدعمون كييف بكل الطرق.
كما تعلمون الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا في أوروبا وحول العالم يدعمون أوكرانيا. لقد ساعدناهم من حيث المعدات والذخائر، ونحن نعمل معهم في التدريب والاستخبارات وفي مجموعة متنوعة من الأنشطة الأخرى. لذا فإن تقديرنا هو أن الجيش الأوكراني مستعد جيدا لكل ما يفعله. أجرت طائرات نرويجية وأمريكية وبلجيكية وهولندية وتشيكية تدريبات مشتركة، حيث أقلعت الطائرات ومن بينها F-35 وF-16 من قاعدة أولاند في النرويج. وقال الجيش النرويجي أن عناصر من 14 دولة إضافة إلى نحو 150 طائرة يشاركون في المناورات التي تحمل اسم أركت تشالينج 23، وتضمنت الجولة الحالية التدريب على التزويد بالوقود في الجو فوق النرويج بطائرات أمريكية. أدى الجيش الأمريكي تدريبا على الاستجابة للأزمات للقوات المحمولة جوا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا. وتختبر التدريبات المركزة على العمليات الطبية جاهزية القوات الجوية الأمريكية وقدرات الجيش خلال العمليات القتالية واسعة النطاق، كما تعزز التشغيل البيني المحمول جوا مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة. وتضمنت التدريبات نقل ضحايا الافتراضيين من القاعدة مركز لانشتول الأطبي الإقليمي لتلقي العلاج في حالة الطوارئ. يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع بحث أوجه الشراكة بين واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط. كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى وزير الخارجية الأمريكي الثلاثاء بعد وصوله إلى جدة، حيث بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا. أعلنت الكويت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة بعد انتهاء عملية الفرز في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث فازت 49 رجلا وامرأة واحدة في دوائر الاقتراع الخمسة. وشهدت تركيبة مجلس الأمة الكويتية في الفصل التشريعي 17 تغييرا طفيفا بنسبة 24% عن سابقه لعام 2022. كما استطاعت المعارضة الحصول على 35 مقعدا. مزيد من التفاصيل يتحول إلى رعد عبد المجيد. تفضل رعد. شكرا شيماء. شكرا آية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الكويت الدكتور عايد المناع الكاتب والأكاديمي والبحث السياسي. دكتور عايد أهلا بك معنا. إذا الآن تم الإعلان عن نتائج المجلس، ما تأثير عودة المقاعد ذاتها تقريبا للمعارضة وأيضا فوز امرأة واحدة فقط؟ طبعا فوز امرأة للأسف مؤسف، بالرغم من أنه النساء يمثلون حوالي 52% من القوة الناخبة في الكويت، لكن هذه النتيجة التي حصلت الآن للأسف الشديد. يعني تعرف احنا مجتمعات ذكورية، نعم، ولا تزال. بالنسبة للحقيقة للحديث عن المعارضة، أنا أعتقد أنه الآن المعارضة ستكون أكثر نعومة من السابق بعد أن جربت أن محاولاتها للتغلب على الحكومة لم تنجح كثيرا، أدت إلى الأبطال وأدت إلى حل مجلس الأمة أكثر من مرة، وأيضا تعطيل جلسات المجلس لعدة يعني جلسات وفصل يمكن له احيانا اكثر من شهر وشهرين. لذلك اعتقد ان هذه المعارضه ستكون محدوده التاثير مستقبلا، ستراهن على برنامج الحكومه الذي وفقا للدستور الكويتي ينبغي ان تقدمه في الفوره تشكيلها وتقدمها الى مجلس الامه بعد اسبوعين من الان. وهذا طبعا سيترتب عليه ما إذا كانت
تكون هناك أزمات أم لا. إذا الحكومة الحقيقة قدمت برنامج يعني تنموي واضح، وإذا الحقيقة واصلت يعني معركتها ضد الفساد وضد الحقيقة التطاول على المال العام، وأيضا خففت من القيود المقيدة للجوانب الإعلامية أو الفكرية، وهي الحقيقة قوانين قد تكون مخالفة للدستور حتى. لذلك أعتقد أن لا يكون هناك تصعيد شديد ولا لا تزيد الأمور عن النقاشات المعتادة. وبالتأكيد أيضا كما تعلمون يمكن للأمير قوة رئيسية في هذا الجانب، أن وفق المادة 107 من الدستور يحل مجلس الأمة وبمرسوم تبين فيها أسباب الحل ويدعو للانتخابات أخرى. وبالتالي طبيعة الأمور أن النواب يريدوا تجنب العودة للانتخابات خلال فترة وجيزة. نعم، من الكويت الدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك ولهذه الإضافة. والآن عودة لزميلتين شيماء الكردي وآية لطفي لاستكمال باقي ملفات النشرة. شكرا لك رعد على هذه الوقفة التحليلية. بالنسبة للأوضاع في السودان، أفاد مراسلنا باستهداف الجيش السوداني عدد من مواقع الدعم السريع جنوب الخرطوم، وأشار مراسلنا إلى وقوع اشتباكات في شارع الهواء جنوب العاصمة الخرطوم تم استخدام الطائرات والمدفعية فيها، موضحا أن قذيفة طائشة أصابت خزانا للوقود في منطقة المستودعات. الآن إلى ملف اجتماعات الكوميسا. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة أفريقية تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس السيسي سيشارك غدا في أعمال القمة 22 لسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا في عاصمة زامبيا لوساكا. وخلال القمة من المقرر أن تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع إلى زامبيا. ينعقد اليوم المنتدى الخاص للشراكة بين الحكومات الإفريقية والشركات الخاصة لتعزيز سبل التعاون بينهم في شتى المجالات. من المقرر أن يناقش المنتدى التحديات التي تواجه رجال الصناعة الأفارقة وتشجيع القواعد الخاصة بتعزيز الصناعة. وكانت الاجتماعات التحضيرية لوزراء خارجية الكوميسا في عاصمة زامبيا لوساكا انتهت أمس، والتي تسبق انعقاد القمة 22 للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي والمعروفة بالكوميسا المقررة غدا. هنأت وزيرة خارجية مالاوي نانسي تيمبو مصر على ما حققته من أهداف خلال فترة رئاستها للكوميسا، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء. وخلال تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية، أوضحت تيمبو أهمية تعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية في دول الكوميسا. سعادة الوزيرة، أعتقد أن هناك الكثير من الجهود لابد من بذلها من جانب الكوميسا، وهي تعتمد على ما حدث في الفترة الماضية. كيف يمكن أن نربط بين الأفكار السابقة والمستقبلية؟ حسناً، في البداية أتوجه بالتهنئة لمصر على ما حققته من عمل كبير خلال رئاستها، وهناك الكثير من الأهداف التي حققت من خلال عدد من الوكالات المعنية بالتغير المناخي في هذه الفترة. وأعتقد أن زامبيا سوف تتخذ هذه المهمة على عاتقها. هناك بعض المواد اللازمة بتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية كأحد الأدوات لتحقيق الأمن. عندما ينعم المواطنين بالأمن يمكنهم تعزيز التجارة البينية
والحياة بين الدول الأفريقية. فبالتالي مصر عززت التجارة البينية بين الدول الأفريقية، واعتقد أن هذه إحدى الأمور التي نرغب في الاستمرار، فهي تعمل على استعادة الأمن إلى بلادنا. في أي المجالات لابد أن نعمل بشكل أكبر في الكوميسا؟ هل في مجال البنية التحتية أو النقل؟ نحن في حاجة إلى بناء البنية التحتية في المقام الأول. إذا كان لدينا بنية تحتية قوية يمكن تيسير عمليات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، فحتى من خلال التجارة يمكن تنفيذها بدون أي قيود. وثانيا لابد أن نتناول كافة تداعيات التغير المناخي، وأحد التحديات الأمنية تأتي بسبب التغير المناخي. لابد أن نتعامل مع التغير المناخي، فبالتالي لابد من دعم الصمود والتكيف، و مصر هي أفضل الأماكن وهي لديها خبرات هائلة في هذا الشأن. لديها الكثير من الخبراء الذين شاركوا مع كافة أعضاء الكوميسا ودولها الأعضاء. لابد من تحقيق التحسن في عدد من الملفات مثل أمن الغذاء ولتناول كافة الصراعات، فمصر حققت الكثير بشكل رائع، وسوف تستمر في المشاركة مع الدول الإفريقية، وسوف تستمر في دعم كافة الدول الإفريقية. فبالتالي من وجهة نظري الشخصية، مصر حققت وأبلت بلاء حسنا، وسوف تستمر في دعمها ومساعدتها للدول الأعضاء بالكوميسا. أعتقد أن الطاقة الخضراء على وجه الخصوص، مصر مستعدة لدعم كافة الدول الإفريقية في هذا الشأن لبناء تلك المنصات. ما هي أفكارك بشأن الطاقة الخضراء، وكيف يمكن بناء المزيد من المنصات في عدد من الدول الأعضاء بالكوميسا؟ نحن في حاجة أن يكون لدينا طاقة خضراء متجددة، وأعتقد أنه في الوقت الحالي هناك كثير من المساعي في أفريقيا، وكل الدول مرتبطة ببعضها البعض. إذا تم استغلال الموارد الطبيعية في أفريقيا يمكن أن نحصل على الطاقة لكافة الدول. يمكن أن نشارك ونساعد بعضنا البعض في هذا الشأن، لأنه لا يوجد تنمية إلى أي دولة إذا لم تكن هناك طاقة كافية. فبالتالي مصر هي دولة رائدة في هذا القطاع، ولديها الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الخضراء. هذا مثال رائع أمام كافة الدول الإفريقية. نعم بالطبع هناك حاجة كبيرة إلى الطاقة، والقيادة التي أظهرتها مصر بشكل رائع في مجال الطاقة الخضراء. تتواصل أعمال المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني المقام بالقاهرة تحت شعار بوابة نحو الابتكار والتجارة، حيث يتناول آخر التطورات في مجال الصحة والدواء. ويعد الحدث ملتقا بين الشركات العالمية، وتحديدا العاملة في المجال الطبي والجانب الأفريقي. وتستمر فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي حتى 9 يونيو الجاري، وبمشاركة أكثر من 90 دولة و1200 متحدث. عايز أقول لحضرتك أن ملتقى صحة إفريقيا ليس مؤتمرا طبيا فقط، وليس معرضا طبيا فقط، وإنما الاثنين مع بعض. فهو معرض بتعرض فيه شركات صناعة الصحة في مختلف دول العالم ما تقدمه للمنظومة الطبية، ثم هو في نفس الوقت مؤتمر طبي بيتسابق فيه الخبراء في التخصصات الطبية المختلفة لعرض أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج. القانون ادانا الحق ان احنا نشتغل جوه مصر ونشتغل خارج مصر، وخصوصا في الدول العربية والأفريقية. بالتالي انا مهم جدا بالنسبة لي ان انا اشقانا الأفارقة العاملين في مجال الصحة يطلعوا على المعايير الخاصة بينا، وخصوصا ان المعايير اللي بيتم اعتماد عليها المنشآت الصحية بالنسبة لنا هي معايير معتمدة دوليا، معتمدة من اعلى جهة في العالم بتعتمد المعايير الصحية. وبالتالي احنا معاييرنا هي معايير دولية قابلة للتطبيق في الدول الأفريقية، بنتعاون معهم في مجال رفع الكفاءة. نشرتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يبدأ زيارته الأولى لواشنطن، والأمن والاقتصاد تتصدر أجندتها.
من جديد أهلا بكم. وصل الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى غدا حول التعاون بين المجلس والجامعة العربية. يلقي أبو الغيط خلال الزيارة بيانا أمام مجلس الأمن يتناول الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فعاليات آليات الشراكة مع الأمم المتحدة لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن في أول زيارة له للولايات المتحدة بعد توليه منصبه في أكتوبر الماضي. والتقي سوناك خلال زيارته الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار رجال الأعمال والسياسيين في الكونغرس. وقالت الحكومة البريطانية إن الزيارة تأتي لتعميق العلاقات الأمنية الاقتصادية بين لندن وواشنطن. مزيد من التحليل وتفاصيل حول هذه الزيارة نتحول مرة أخرى إلى الزميل رعد عبد المجيد. شكرا آية، شكرا شيماء. إذن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الدكتور حميد الشجني الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور حميد أهلا بك. إذن تأخرت زيارة سوناك إلى واشنطن منذ أكتوبر الماضي. المعتاد أن رئيس الوزراء البريطاني بعد تسلمه لا يتأخر هذه الفترة الطويلة لزيارة واشنطن، ربما بسبب فتور العلاقات بين رؤساء الوزراء السابقين وبايدن. فالتساؤل هنا كيف يمكن أن يصلح سوناك فتور العلاقات بين لندن وواشنطن؟ مرحبا. يعني في الحقيقة أن الزيارة لم تتأخر، يعني هذه هي الاجتماع الرابع خلال تولي سوناك لرئاسة الوزراء مع بايدن. هذه الزيارة الرسمية الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك لقاءات سابقة، ثلاثة لقاءات سابقة قبل هذه الزيارة. هناك كثير من المحادثات التي تجري تكاد تكون يعني شبه يومية بين وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية. هذه الزيارة لها أهميتها الاقتصادية البحتة، حيث أن هناك مشكل الآن بسبب إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة أقرها الكونغرس يعني بمقدار 370 مليار دولار لدعم الطاقات الجديدة، بمعنى يعني سميت الباكج بتاع يعني بايدن الخضراء، وهذه تدعم الشركات الأمريكية فقط. يعني ستؤدي إلى عملية تشجيع الشركات الأمريكية على استخدام الطاقة البديلة بالنسبة للسيارات، بالنسبة للتدفئة الداخلية في المنازل، بكثير من الأغراض. وهذا أدى إلى ردة فعل عالمية، ليس فقط من قبل بريطانيا وإنما من قبل كثير من الدول الشريكة لأمريكا، الدول السبعة على سبيل المثال وغيرها، حيث يعتبر هذا انتهاك لمعاهدة التجارة الدولية، حيث ستؤدي إلى أفضلية الأمريكان وأحقيتهم في العمل. نعم يعني دكتور حميد، يعني فقط لأن الوقت يداهمنا، يعني أنا قلت أنها زيارة تأخرت كون أن المعروف أن رئيس الوزراء البريطاني يذهب إلى واشنطن ليس بهذه الفترة الطويلة حتى يزور. نعم هناك لقاءات سابقة. لنذهب إلى سؤال آخر وهو الملف الاقتصادي المهم الذي قلت أنه حمل هذا الملف الاقتصادي. هل سيتمكن وفق رؤيتك سوناك من التأثير على القيادة الأمريكية اليوم لتغيير وجهات نظرها حول استغلال الملفات الاقتصادية وخصوصا الطاقة الخضراء، وإضافة إلى ذلك موضوع تطور الذكاء الصناعي الذي يريد سوناك جعل مقر منظمته في لندن؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تولي العلاقة البريطانية الأمريكية أهمية خاصة في كثير من الشؤون، حيث تعتمد على بريطانيا في بعض الملفات التي تتحدث فيها مع أوروبا. هل ستعطي بريطانيا كامل الصلاحيات أو يعني صلاحيات خاصة؟ لا زال الوقت مبكر. هناك العلاقة كما أسلفتم، يعني هناك بعض الحساسيات
الموجودة بين المحافظين في بريطانيا وبعض الديمقراطيين في أمريكا. هناك أيضا تحفظ من قبل الإدارة الأمريكية في عملية الأولويات، فالولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن تعطي أولوية للداخل الأمريكي، وهذا يجعل الكثير يخافون أن تصبح أمريكا منعزلة، وهذا الذي يؤدي إلى القلق الذي يبديه الكثير. بلا شك أن سيكون هناك بعض الهوامش التي ستعطي أمريكا لبريطانيا أولويات، وسيكون هناك تحسين في الأداء بسبب العلاقة الوطيدة في حرب اليوكرين وغيرها. نعم. وهذه ملفات أمريكا ضروري أن تعطي بعض التشجيع لحلفائها كي يستمروا معها ولن تغلق الباب يعني بشكل كامل. نعم نعم. من لندن الدكتور حميد شجني الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. والآن عودة لزميلتين شيماء الكردي وآية لطفي لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليك. شكرا لك رعد. يطلق اليوم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس حملته للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في فعالية كبيرة بولاية آيوا يخاطب فيها ناخبين الجمهوريين. من المتوقع أن يكون بنس أحد الأصوات المحافظة الأكثر تقليدية على الساحة السياسية للسباق الرئاسي في مواجهة الصوت الشعبوي للرئيس السابق دونالد ترامب. وكانت قد أظهرت وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية أن بنس قدم أوراقه للترشح للسباق الرئاسي لعام 2024 عن الحزب الجمهوري. قتل شخصان وأصيب آخرون برصاص خلال إطلاق نار في حفل تخرج بمدرسة ثانوية في ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية. وقال قائد شرطة المدينة إنه تم احتجاز شخصين، مضيفا أن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح لأسباب أخرى ويعالجون في المستشفيات. انطلقت فعاليات الأمسية الثقافية والفنية المصرية العمانية بمتحف الحضارات في القاهرة، وتقام الفعاليات على هامش الملتقى الصحفي المصري العماني برعاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري. انعقدت الأمسية بالمشاركة بين جمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المصريين، وقدم مجموعة من الصحفيين والأدباء والفنانين والشعراء فقرات متنوعة بحضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين والمسؤولين. تم افتتاح ملتقى الصحافة العماني المصري، والذي نعتبره نافذة حقيقة لتعزيز هذه العلاقة. كما تابعتم قبل 10 أيام زار سلطان عمان جمهورية مصر العربية والتقى بأخي فخامة الرئيس المصري السيسي، وكل هذه اللقاءات وكل هذه الملتقيات تصب في بوتقة تطوير هذه العلاقة وتوثيقها وتعزيزها. الرؤى المصرية العمانية تكاد تكون متطابقة، ده في حد ذاته بينعكس على الإعلام، والإعلام احنا بنحجز الاستراتيجية السياسية للدولة في سياسات إعلامية. رأي الإعلام في الفترة القادمة يعني مع الإخوة الإعلاميين في عمان، طبعا المنتدى في حوالي 45 من كبار القيادات الإعلامية والصحفيين ورؤساء التحرير وكذا، هيبقى في لقاء مع الإعلاميين المصريين رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين. نحن نتذكر بكل شكر وتقدير للكوادر المصرية التي بدأت مع بداية النهضة في وسائلها الإعلامية في مؤسسات الإعلامية بشكل عام في عمان، ونتذكر أسماء منها من رحل رحمة الله عليه، ومنها من هو يعيش بيننا الآن، بالأمس تم تكريم عدد منهم، ونتذكر بكل تقدير واحترام. تشهد العاصمة الصينية بكين موجة حارة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية، وحذرت الأرصاد الجوية من آثار الموجة الحارة، ما دفع سكان العاصمة إلى حمل المظلات واستخدام المواد الطبية الواقية من أشعة الشمس، إلى أن السلطات توقعت انخفاض الحرارة غدا إلى 34 درجة، حيث تبدأ حدة الموجة الحارة في الانحسار. الآن إلى أهم ما تناولته الصحف العالمية.
في إطار تطورات تفجير سد نوفا كاخوفكا في مدينة خيرسون الأوكرانية، سلطت صحيفة لو باريسيان الفرنسية الضوء على تواصل عمليات إجلاء المواطنين المتضررين بعد أن تسبب الحادث في إغراق العديد من المناطق المتاخمة لموقع السد. واستمرارا للتداعيات الخطيرة، أصدرت دائرة الطوارئ الحكومية تنبيها للمواطنين في مدينة خيرسون باليقظة التامة من الألغام الأرضية، حيث تسببت الفيضانات في تحريكها من مواقعها. هذا وناقشت مجلة فورين أفيرز الأمريكية خطوات الغرب الممكنة لتأمين مستقبل أوكرانيا، وذكرت المجلة أن كييف بحاجة إلى تعهدات ملزمة بشأن تأمين أوكرانيا والدفاع عنها قبل الانضمام لحلف شمال الأطلسي. كما أضافت المجلة أنه يقع على عاتق واشنطن وحلفائها دعم أوكرانيا على المدى الطويل، فضلا عن تحطيم تفاؤل رئيس بوتين بشأن تحقيق انتصار في الحرب وإجباره على الاعتراف بحقيقة أن أوكرانيا لن تنتمي أبدا إلى روسيا. واقتصاديا، هوت الليرة التركية بنسبة 7% إلى 22.98% مقابل الدولار، وهو مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021. وبلغت خسائر العملة التركية منذ بداية العام نحو 19%. كان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار، مما فجر أزمة قياسية للليرة ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً. ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين إلى 20.5 مليار دولار في أعلى مستوى منذ بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ووفقا للجمارك الصينية، بلغت قيمة الواردات الصينية من روسيا 11.3 مليار دولار. ارتفع الانتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 3% في إبريل بوتيرة شهرية، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته بنسبة 6%. وبالرغم من زيادة الانتاج في إبريل، يرسم ضعف الطلبيات الجديدة صورة قاتمة للصناعة في الأشهر المقبلة. وتراجعت الطلبيات الصناعية بنسبة 4% في إبريل على أساس شهري. تراجع نشاط قطاع تشييد العقارات في بريطانيا إلى مستوى قياسي في مايو في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري. وانخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع تشييد المساكن في بريطانيا خلال شهر مايو إلى 42.7 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2020 عندما أصيب قطاع التشييد بالشلل بسبب تداعيات جائحة كورونا. أما رياضيا، أعلن نادي الاتحاد السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق بعقد يمتد حتى 2026. كان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما قضاها مع الفريق الملكي. وفقا لتقارير صحفية، فإن بنزيما سيتقاضى مبلغ 200 مليون يورو في الموسم، وبذلك يشارك اللاعب الفرنسي في كأس العالم للأندية مجددا في النسخة المقبلة رفقة اتحاد جدة بطل الدوري السعودي. وتستضيف السعودية منافسات البطولة في شهر ديسمبر المقبل. يلتقي فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي مع فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ويسعى الفريقان إلى تحقيق اللقب، حيث أن آخر تتويج قاري لأي منهما كان في ستينيات القرن الماضي. إلى هنا تنتهي نشرتنا هذه، تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يقول إن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد. الكويت تعلن النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة والمعارضة تحصل على 35 مقعداً. استعداداً لقمة الكوميسا، منتدى الشراكة بين الحكومات الأفريقية والشركات الخاصة ينعقد اليوم في لوساكا. نذكر حضراتكم أنه لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، ويمكنكم كذلك متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.